الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه قد لقينا من سفرنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرهيت إذا وين
شهيدا والله شهيدا. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله عجبا. قال أرأيت إذا وهنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على على ما لم
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أهل قرية
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.